بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضرتك عزيزي. انا ملاحظ ان انا بقالي فتره بطلبش منك تعمل لايك او سبسكرايب. انت بتعمل لايك مشكورا بس ما بتعملش سبسكرايب، ليه بقى عزيزي؟ معلش انا عملت لايك اعمل سبسكرايب. مع احترامي ليك، طالما عملت لايك اعمل سبسكرايب، طالما الفيديو عجبك اعمل سبسكرايب لصاحب القناه، والله مش تخسر اي حاجه. بفتح من شويه تعليقات لقيت واحد محترم بعت لي بيقول لي اتفرج يا مصري على هذا الجمال. قلت له ايه يا عم انت بتشتمني؟ لما تهدى كده صلى على النبي، بس ايه الجمال ده؟ فتحت الفيديو لقيت فيه رحله في قطار وانفاق الاخضريه، فتحت الفيديو ويلا الهو لقيت رحله على متن قطار وجبال وانفاق الاخضريه. قلت والله كويس جدا، طالما قلبنا القناه محتوى سياحي يبقى نتفرج على الفيديو عادي. تقريبا كده في البويره في الجزائر. واو يا الهي يا الهي، انه حقا منظر رائع جدا. بس بجد هو في محطات قطار معلقه على جبال وعلى غابات كده بجد والله؟ يعني هو الكلام ده حقيقي بجد؟ يعني احنا بسم الله ما شاء الله، يعني بجد والله يعني وصلنا لمرحله ان احنا بنعمل سكك حديد في الجبال والاشجار والحاجات دي. جبال واشجار، محطه حديد في الجبال، ايه الهبل اللي انا بقوله؟ اعتقد ان هي محطه قطار في الغابه اعتقد يعني، واللي فاهم يقول لي عشان انا مش معرفش، ما اضحكش عليك. بس هي المنظر فشيخ حقا، المنظر فشيخ. وفشيخ دي جمله في مصر بتعبر على كميه الجمدان، اللي هو انت جامد تنين. بس بجد والله رحله حلوه، والكهف كمان كهف ظريف. هو مش ظريف قوي، هو يخوف للامانه. كهف ده تحس طالع من فيلم اجنبي قسما بالله. صوت المحركات هو اللي كان سايق القطر، هو اللي كان بيصور الفيديو. انا حاسس بكده والله، حاسس اللي كان بيصور القطر، اللي كان راكب القطر، اللي كان بيسوق القطر هو اللي كان بيصور الفيديو. بس صراحه المنظر رائع، بسم الله ما شاء الله. اخواننا الواحد لما بيقول السحر ده وجمال رباني صراحه رهيب، منظر جميل جدا جدا جدا. شكرا يا صديقي على الفيديو ده بصراحه. يعني ادينا بنصور وهنرفع ويلا يا عزيزي. الصراحة منظر فشيخ. في فيديوهات كده ما تبقاش عارف تاخد انهي لقطة تحط فيها صورتك وتعملها صورة مصغرة من كتر الحلاوة دي للأمانة. بره الكهوف جميل وجوه الكهوف جميل، بس الصوت يعني بيخوف يعني، الصوت بيخوف يعني. بس ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا عم الحاج؟ صراحة منظر الجبال اللي ورا رهيبة. هزعل اول الفيديو ده ما كانش في الجزائر، واللي بعت لي الفيديو كان بيشتغلني او اللي مصور بيشتغل. بس انا شفت الوصف بتاع الفيديو قبل ما احمله لقيت ان هو مكتوب في الجزائر بجد. لا انا عايز الجبال والاشجار اللي بره. انا عارف ان الكهوف والحاجات دي جميلة جدا، بس انا بحب بصراحة منظر الخضار، منظر بيفرح. الواحد عايز يفضل راكب قطر زي ده كده وينام براحته بقى. بتكون رحله طويله شويه، ما بتكونش رحله قصيره. والصراحه فيديو رائع. يا الهي انه حقا جميل. لا بجد والله الفيديو جميل جدا للامانه، وبرده تاني وتالت ورابع مليون الفيديوهات اللي اتفرجت عليها، سواء لعلي سعيد او محمود حجازي او كمان محمود ابراهيم، فيها مناظر طبيعيه جميله جدا بصراحه، بتشجعك على ان انت اي حاجه في الجزائر تيجي تتفرج عليها على طول. لا مش عشان تجيب مشاهدات خفيف، وبعدين ما تسلك النيه شويه. ولا يمكن انا نيتي مش سالكه. بس صراحه يا جدعان والله العظيم بجد الجمدان ده غير طبيعي، والله العظيم بجد. في الاخر يقول لك الجزائر عندها مشاكل، مشاكل مين يابا؟ في حد عنده مشاكل بيعمل الجمدان ده؟ ما توحد الواحد اللي في قلبك. منظر رائع 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 رائع. واضح ان الجزائر فيها تقدم تكنولوجي وتقدم في المباني، صراحة حاجة رائعة. وعزيزي ما تسخرش من الموضوع ان انا مش عارف ان في سكة حديد في الجبال وكده، ان احنا ما عندناش احنا سكة حديد في، فبعرف منين؟ وبعدين انا قلت لك كذا مرة انا اخري في القناة دي بتفرج على ماتشات، واخر في الحياه اساسا شغال في كوره. بس ده في حد بيصوت ولا ايه؟ هو
هو صراحة يا بخت اللي راكب القطر من كتر الحلاوة، المنظر رهيب جدا ومنظر جميل جدا الصراحة. واحد يعني ما شافش مناظر جميلة كده بقاله فترة طويلة الصراحة، من ساعة ما بطلت اتفرج على فيديوهات علي سعيد في الغابات والحاجات دي. صراحة الفيديوهات دي يعني تحس كده انك منشكح ومنشرح وانك بتتفرج على فيديوهات حلوة. عزيزي لو عندك فيديوهات تانية ابعت يا صديقي. هتقول لي ايه ده يا اسطى انت محتوى ايه؟ لك ايه يا عم؟ بص عمال اقول لك قسما بالله انا محتوى رياضي، بس مفيش رياضه ولا في اي حاجه. ولا بقى في رياضه بنحط نزل فيديو من هنا وفيديو من هنا. وبعدين لا تنسى حاجه مهمه، ادعم يا اخيك واجب. لو اخوك عاجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، مش عاجبك ما عجبكش الفيديو ما تركزش بقى على موضوع المحتوى والكلام ده. وبص اعملها معايا يا سيدي كانك الجوكر، وقول لي عقلك مهو بتاع محتوى لا يحتوي. عادي اقول لك انا حاطط سقف ضحك عالي قوي عادي، يعني مفيش اي مشكله عندي. بس ما تنساش حاجه مهمه، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اشترك في القناه. احنا مش هنقول لحد ما تشتركش، لا معلش اشتركوا في القناه، احنا عايزين نكمل 30,000 لو ربنا اراد. ولو ربنا ما ارادش بقى هنعمل ايه؟ قضاء ربنا.